احسب 23 ضرب 44. ربما سيكون الجزء الأصعب في المسألة هو استيعاب أن هذه النقطة تعني ضرب. يمكن كتابتها 23 ضرب 44، أو يمكن كتابتها على شكل 23 ضرب 44، أي نضع الأعداد بين أقواس بجانب بعضها البعض، وهذا أيضا يعني ضرب. الآن بما أننا علمنا أن هذا ضرب، لنقوم الآن بحل المسألة. إذا علينا أن نضرب 23، سأكتب بخط أكبر 23 ضرب 44، وسأكتب إشارة الضرب العادية حتى تعلمون أننا نقوم بعملية الضرب، فلا تختلط الأمور عليكم عندما نكتب المسألة بالشكل العمودي. إذا نقوم بعملية الضرب الآن. لنبدأ بالعدد 4 في منزلة الآحاد ضرب 23. 3 ضرب 4 يساوي 12، فنضع 2 في منزلة الآحاد ولدينا في اليد 1 عند منزلة العشرات. إذن 12 فنضع 1 في اليد. 4 ضرب 2 يساوي 8 زائد 1 يساوي 9. إذن ناتج ضرب الأربعة الموجودة في اليمين ب 23 هو 92. لقد قمنا بحل هذا. الآن ما ناتج الأربعة الثانية ضرب 23؟ وما نقوم بفعله هنا هو وضع الصفر هنا، وسبب وضع الصفر هو أننا نتعامل مع أربعة في منزلة العشرات. إذا كان لديك منازل أخرى مثل 3 و4 منازل أخرى، ففي هذه الحالة سنتعامل مع منزلة المئات ومزيد من الأصفار. الآن 4 ضرب 23 يساوي 92، وقد أوجدنا هذا الناتج مسبقا. إذا سنحصل على 92 مرة أخرى، لكن هذه الأربعة هي 40 في الواقع، أي أن الناتج سيصبح 920. الآن سنخرج الناتج بكل سهولة، ودعوني أغير اللون. إذا هذه الأربعة سنقوم بضربها. 4 ضرب 3 يساوي 12، دعوني أضع 2 هنا، ستكون في منزلة العشرات لأنها في الواقع 40 ضرب 3. فكر بهذا بالتفكير في العملية نفسها. 4 ضرب 3 يساوي 12، ضع 1 في اليد، هذه الواحد مكتوبة باللون الأزرق، سنتجاهلها لأننا نريد إجراء العملية بشكل آخر. قد حصلنا عليه. إذن هنا 4 ضرب 2 يساوي 8 زائد 1 يساوي 9. إذن الملخص أن 4 ضرب 23 يساوي 92، وهذه الأربعة الخضراء ضرب 23 يساوي 920. في الواقع أنها تمثل 40، أي 4 في منزلة العشرات. إذن عند ضرب 44 ب 23 سيكون 4 ضرب 23 يساوي 92 زائد 40 ضرب 23 يساوي 920. أردت التأكد من أنكم فهمتم ما قمنا بفعله. الآن نقوم بالجمع. 2 زائد 0 يساوي 2، 9 زائد 2 يساوي 11، ونضع الواحد في اليد، 1 زائد 9 يساوي 10. ضع فاصلة هنا لتسهل علينا الأمر، نضعها بعد كل 3 منازل. 23 ضرب 44 يساوي 1012.